أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، وفيها العملية التركية المرتقبة، الكل بانتظار أردوغان، ومعارضة سياسية دولية للتحرك التركي في سوريا، وأخيرا باب الهوى، أوراق أمريكية أمام فيتو روسي محتمل. يبحث الجميع عن فهرس للعملية التركية المرتقبة في الشمال السوري. آخر صفحات العملية أوردته صحيفة صباح التركية، التي تقول وفقا لمصادرها إن وزارة الدفاع أكملت كل التحضيرات للتحرك، وإن 2000 مقاتل من الجيش الوطني السوري سيشاركون في العملية التي ستستهدف منبج وتل رفعت في مرحلتها الأولى، على أن تمتد إلى مدينة عين العرب في وقت لاحق. لكن هذا المخطط بانتظار التوقيع عليه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يعطي الإذن بعد لساعة الصفر. سنتابع العملية العسكرية المرتقبة لكن سياسيا، حيث تباينت المواقف السياسية الدولية حيال العملية. تقول واشنطن إنها لا تؤيد تحرك حلفائها الأتراك عسكريا في سوريا، وإنها على تواصل معهم، في حين أن موسكو التي أبدت انزعاجها من النية التركية اعتبرت ذلك إن حدث خرقا للسيادة السورية، وإنها تشجع الحوار على النار، بينما طهران رفضت العملية كما رفضت تأييدها في 4 عمليات سابقة. في المحور الأخير، تكشف المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة لتلفزيون سوريا استمرار المساعدات للسوريين حتى في حال أقدمت موسكو على استخدام الفيتو في مجلس الأمن. الرسائل تتواصل للروس الذين هددوا قبل أيام باستخدام كارتهم الأحمر. فما الحلول الأمريكية المقبلة؟ التحضيرات لعملية عسكرية تركية شمالية سوريا ضد حزب العمال الكردستاني مكتملة، والهدف واضح بانتظار أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما يقوله الإعلام التركي الذي يركز عناوينه العريضة على العملية المقبلة. صحيفة صباح التركية تكشف تفاصيل جديدة عن العملية المرتقبة. تذكر الصحيفة أن 2000 جندي من الجيش الوطني السوري سيشاركون في الهجوم مع اكتمال الاستعدادات النهائية للجيش التركي، بما يتماشى مع المعلومات الاستخباراتية التي تأتي من الميدان. أما الهدف المحدد بحسب الصحيفة فسيكون مدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب، وهما مدينتان على رادار الأهداف التركية المؤجلة منذ سنوات، وأن عين العرب ستكون هدفاً لاحقاً. بالتزامن مع اكتمال الاستعدادات ورفع جاهزية فصائل في الجيش الوطني، يكرر الرئيس التركي ووسائل الإعلام التركية اسم تل رفعت، خاصة مع الاستهدافات الصاروخية التي تنطلق من هناك نحو مناطق النفوذ التركي في ريف عزاز وعفرين. قسد بالمقابل تراقب التحركات وتطلق تصريحات مطالبة فيها حلفائها بمنع الهجوم المرتقب، لكن يبدو أن أنقرة أخذت قرارها وبانتظار إعطائه لمن سيخوض الحرب. تزيد وسائل الإعلام التركية من التسريبات بشأن العملية العسكرية المرتقبة في الشمال السوري. تقول صحيفة صباح المقربة من الحكومة إن وزارة الدفاع التركية أكملت تجهيزاتها لشن العملية العسكرية، وإن كل الوحدات باتت جاهزة للتحرك وفق ما سيرد من معلومات استخبارية. آخر الأخبار أيضا، 2000 مقاتل من الجيش الوطني السوري سيشاركون في العملية العسكرية التي ستشن على منبج وتل رفعت في الشمال السوري، وقد استعد الجيش الوطني بشكل كامل للتحرك، والكل بانتظار القرار الأخير للرئيس التركي الذي سيحدد ساعة الصفر. بالنظر إلى خريطة
الشمال السوري ويمكن تحليل محاور الهجوم العسكري المرتقب على منبج وتل رفعت، حيث ستنتشر قوات تركية وأخرى تابعة للجيش الوطني في شمال منبج وشمال تل رفعت، وهاتان الجبهتان فيهما خط تماس طويل وكبير، ويحتاجان إلى كوادر بشرية عسكرية إن بدأت عملية الزحف البري. محللون عسكريون يرون أن عملية تأمين جرابلس والباب وعفرين من نيران قوات سوريا الديمقراطية ستكون صعبة ومرهقة، لكن أيضا يرى المحللون العسكريون أن تحييد السلاح الصاروخي والمدفع لقسد يمكن عبر مسح جوي للطائرات الحربية، وهذا غير معروف حتى الآن فيما إذا ستشارك الطائرات الحربية في العملية العسكرية المرتقبة. نتابع التفاصيل ونبدأ النقاش في هذا الملف بعد فاصل قصير. ينضم إلينا في البداية الفاروق أبو بكر القيادي في الجيش الوطني من ريف حلب. مساء الخير الفاروق، أجريتم مناورات عسكرية عدة أمس في المنطقة، هل أخبرتم بموعد العملية؟ حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيش الوطني أستاذ محمد من قرابة 6 أشهر يخوض معسكرات تدريب، معسكرات لياقة، معسكرات رفع جاهزية، ومعسكرات يعني لياقة بدنية. الفضل الله عز وجل كل هذه الجهود في التدريبات أثمرت على يعني ما شاهدتموه قبل يومين، ويعني تنفيذ عمليات عسكرية ومناورات عسكرية في المنطقة. الآن بفضل الله عز وجل نستطيع أن نقول كل الجيش الوطني جاهز لخوض أي عملية عسكرية يتم تحديدها في الوقت القريب إن شاء الله. حسب صحيفة صباح تقومون بحفر الخنادق، ما الدور المناط بكم تحديدا؟ كان الجيش الوطني في المعارك السابقة وسيكون في المعارك المستقبلية رأس الحربة في هذه المعارك. الجيش الوطني كان رأس حربة في تحرير المناطق في عمليات غصن الزيتون وعمليات درع الفرات، وإن شاء الله تعالى سيكون الجيش الوطني عند حسن ظن الشعب السوري وسيكون رأس حربة في تحرير المناطق المحتلة من قبل ميليشيا نظام الأسد وميليشيات قسد. لكن يعني لم يحدد موعد ثابت أو يعني خلال أيام مثلا أو أسابيع للعملية؟ كما تعلم أستاذ محمد لا يمكن تحديد موعد عملية عسكرية بالوقت المحدد وبالساعة المحددة، يمكن تحديد المعركة عند يعني بداية ساعة الصفر أو ساعة الانطلاق، يمكن أن يعني أن ينتشر الخبر لوسائل الإعلام أن المعركة قد بدأت، أما قبل يعني الإعلان عنها لا يمكن لأي يعني جهة عسكرية أن تصرح أو تعطي معلومة حول الوقت الذي يمكن أن تبدأ فيه العملية. نرحب أيضا باستوديو انضم إلينا العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري، مرحبا بك عقيد أحمد. برأيك هل حسمت تركيا أمر العملية العسكرية بشكل نهائي بعد هذه التصريحات، ولماذا أيضا تركز على تل رفعت ومنبج؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع العملية هي مستمرة وليست ستبدأ يعني اليوم، منذ عام 2016 حتى الآن تركيا والجيش الوطني والجيش الحر يخوضان معارك ضد التنظيمات الإرهابية داعش والبيكيكي، وهذه العملية المرتقبة اليوم هي استكمال لباقي العمليات التي أدت إلى السيطرة على منطقة عفرين والباب وجرابلس وعزاز وتل أبيض ورأس العين. اليوم هناك أهمية كبيرة لتأمين هذه القوات وهذه المناطق من اعتداءات قسد والبيكيكي في منطقة تل رفعت وعين العرب ومنبج وتل تمر وعين عيسى، ولكن كل هذه المناطق المهمة اليوم لتأمين أمن منطقة المنطقة المحررة أو المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها من أجل إيواء السوريين الهاربين من يعني هو فقط في بداية كان يشيرون إلى عين عيسى وتل تمر، لكن في التصريحات الأخيرة لرئيس تركي نعم. ركز على تحديدا منبج وتل رفعت وربما لاحقا عين نعم. العرب كوبان. يعني تعتبر اليوم منطقة تل رفعت هي خاسرة رخوة بالفعل لمنطقة للجيش الوطني والجيش التركي، حيث تقوم قوات قسد بين الفترة والأخرى
لاستهداف منطقة مارع، ورأينا استهداف للجيش التركي واستشهد عدة عناصر من تلك المنطقة. هذه المنطقة مدعومة من قبل الروس، روسيا هي التي مكنت قوات قسد من السيطرة على تل رفعت و42 قرية مهمة في هذه المنطقة، منها منغ ومنها مرعناز ومنها عدة قرى في ودير جميل وعدة قرى في هذه المنطقة، وهي ضرورية اليوم لتأمين هذه المناطق من قوات سوريا الديمقراطية. بالحديث عن روسيا هناك الأنباء تشير لأن روسيا نقلت منظومة دفاع جوي إلى مطار القامشلي. نعم. يعني المنطقة قد تبدو بعيدة، لكن حسب أحد المواقع الإلكترونية الروسية فإن هناك إعادة انتشار للقوات الروسية تتعلق بموضوع العملية التركية. نعم. تحديدا سأكمل في منطقة تل رفعت، لذلك الروس اليوم هناك معلومات بأنهم بدأوا يسحبوا بعض عناصرهم من منطقة تل رفعت، والمعروف بأن تل رفعت هناك قوات للنظام وشبيحة وقوات روسية بالإضافة إلى قوات قسد في هذه المنطقة وميليشيات إيران من نبل والزهراء متمركزين في هذه المنطقة. أما منطقة منبج فتم الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة سابقا في 2018 على أن تكون هناك إدارة مشتركة بين كل المفاعيل الاجتماعية في تلك المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة لم تفي بوعدها وبقيت منبج عبارة عن نقطة، كذلك نقطة إرهاب لمنطقة جرابلس وباقي المناطق وتهديد لتركيا وللجيش الوطني، وتريد تركيا بالتالي هاتين المنطقتين هم غرب نهر الفرات، لذلك هناك اهتمام بهم وربما تكون العملية تشمل أولا هاتين المنطقتين. أما بالنسبة لمنظومة سؤالك، منظومة الدفاع الجوي بانستر اس واحد التي نقلت إلى منطقة القامشلي، رأينا هناك تحركات روسية بدأت بالاهتمام في هذه المنطقة بعد قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من منطقة شرق الفرات. دخلت القوات الروسية إلى تلك المنطقة على سبيل دوريات وشرطة، وبالتالي كذلك دخلت إلى منطقة مطار القامشلي ونشرت عدد من الحوامات والطائرات في تلك المنطقة، واليوم تنشر منظومة بانستر اس واحد من أجل حماية هذه المنطقة. يعني نفهم من الكلام أن المناطق غرب الفرات يعني هناك ما يشبه ضوء أخضر بالتدخل فيها، يعني وليس شرق الفرات، قد تكون أسهل من يعني الموافقة والعمل العسكري بالنسبة للسياسيين الأتراك والضغوطات الأمريكية والروسية وغيرها المطبقة اليوم على تركيا، ونعرف بأن تركيا اليوم هذه القوات موجودة منها بدعم روسي منها بدعم أمريكي، يعني هناك عدة قوى متواجدة في المنطقة، هناك قوات التحالف الدولي الموجودة في شرق الفرات، يعني الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتحالف الدولي أيضا. هناك أنباء تشير إلى سحب جزئي من القاعدة العسكرية في معمل لافارج للإسمنت أيضا قرب عين العرب كوبان. نعم، يعني يتمركز قوات للدفاع للتحالف الدولي في منطقة لافارج. أخيرا الولايات المتحدة عززت وجودها في منطقة يعني جنب صرين في منطقة خراب عشق في هذه المنطقة التي كانت قد انسحبت منها مع إعلان الرئيس ترامب الانسحاب. أما منظومة البنستر نعود إليها بأنها عبارة عن حماية فقط لمنطقة القامشلي، كون هذه المنطقة لها أهمية بالنسبة للروس بالنسبة للنظام بالنسبة كذلك لقوات قسد في هذه المنطقة، لأن هذه المنظومة هي ليست منظومة بعيدة المدى، هي قصيرة ومتوسطة، يعني بالمدى 20 كيلومتر وبالارتفاع كذلك من 200 متر وحتى 10 كيلومتر، يعني إذن هي دائرة فقط في محيط القامشلي وليس في غرب القامشلي، يعني بأن منطقة القامشلي محمية من قبل الروس ونحن متواجدين في هذه المنطقة إذا كان هناك عملية عسكرية، علما بأن البنستر تم تدميرها في ليبيا، تم تدميرها في سراقب، تم تدميرها في مناطق عديدة جدا ليست على كل حال. يعني لم يعلم من الجانب التركي أنهم يعني سيقتربون. نعم. من القامشلي. الفاروق، الآن كيف يبدو المشهد على الأرض؟ تحركات توزع الجيش الوطني، هل أرسلت قوات تركية أيضا إلى المنطقة؟ أستاذ محمد، القوات التركية موجودة والقواعد العسكرية التركية والجيش التركي موجود، لكن هل هناك تعزيزات؟ هناك تعزيزات كبيرة للجيش التركي دخلت إلى المنطقة، أيضا هناك
يعني يرى قوات عسكرية من الجيش الوطني على أهبة الاستعداد داخل الفكانات العسكرية وفي مناطق على خطوط الجبهات. أيضا البارحة صار الاستطلاع للجيش الوطني رصدت دخول مروحيات روسية إلى مدينة تل رفعت، لربما هذه المروحيات دخلت لإخلاء بعض المعدات الروسية الموجودة في المنطقة. يعني هو يعني لم نشاهد سابقا أن هناك مروحيات روسية تدخل إلى مدينة تل رفعت. نحن نعلم أن في المنطقة يوجد قواعد عسكرية روسية وهناك مقرات للروس في المنطقة، كان في تل رفعت أو مطار منغ أو مناطق أخرى في حوالي تل رفعت. البارحة تحديدا دخلت 6 مروحيات إلى مدينة تل رفعت، ومن ثم يعني بعد ساعات قليلة من الدخول إلى تل رفعت غادرت هذه المروحيات المنطقة. يعني نعتقد أن القوات الروسية بدأت بسحب يعني ما مستلزماتها من المنطقة، لأنها أيقنت أن المعركة باتت قريبة ولن تكون هناك يعني مشاركة روسية إلى جانب ميليشيا قسد كما شاهدنا سابقا في المعارك السابقة. وماذا عن الميليشيات الإيرانية التي تشير أيضا أنباء إلى قدوم تعزيزات قرب هذه المناطق؟ هذه الأرتال والتعزيزات للميليشيات الإيرانية وميليشيات نظام الأسد لم تنفع سابقا عندما دخلت إلى منطقة عفرين، شاهدناها سابقا دمرت أرتال عديدة لنظام الأسد من قبل مدفعيات الجيش التركي ومدفعيات الجيش الوطني. يعني صراحة كجيش وطني نستطيع أن نقول إذا يعني رفعت روسيا الغطاء عن ميليشيا قسد ستكون المعركة أسهل بكثير أمام يعني شباب الجيش الوطني وقوات الجيش التركي، حتى وإن أتت كل أرتال النظام وكل الميليشيات الإيرانية، لأنه يعني الجيش الوطني هم شباب الجيش الحر في الأصل متمرسين على طيب يعني هناك تشير الأنباء إلى 2000 مقاتل لديكم سيشاركون، هل تم توزيعهم من أي الفصائل هم؟ الآن كل الجيش الوطني جاهز للخوض في المعركة، لكن حسب ما تطلب وزارة الدفاع للمشاركة في هذه المعركة سيتم يعني زج هذه القوات التي تطلب من فيالق وفرق الجيش الوطني من قبل وزارة الدفاع. الآن طلب تجهيز 2000 مقاتل، هؤلاء 2000 مقاتل على أهبة الاستعداد للدخول إلى الخطوط الأولى عندما تبدأ ساعة الصفر وعندما تبدأ المعركة. لكن أود أن أعطي معلومة أن كل الجيش الوطني كما ذكرت قبل قليل من 6 أشهر تقريبا يخوض المعسكرات، معسكرات التدريب ومعسكرات قتالية حتى يكون جاهز لأي لحظة وأي ساعة يعني يعلن فيها عن معركة تحرير مناطق جديدة. عقيد أحمد، هل سيشارك سلاح الجو التركي أيضا في هذه العملية؟ يعني دائما سلاح الجو يشارك عندما تكون هناك عقبات قوية أمام القوات البرية، ولكن يعني هنا سنقول ما هي الأسلحة التي سيستخدمها تنظيم قسد في هذه المعركة؟ هل هي أسلحة أمريكية تواجه من حلف الناتو دولة كتركيا؟ إذن ربما تكون هناك محددات لاستخدام السلاح المزود به لقوات قسد، يعني ربما لا تسمح أمريكا باستخدام كل الأسلحة وإلا فستكون هناك مشكلة. أما بالنسبة للطيران التركي عندما يرى بأن هناك طيران استطلاع، هناك طيران قتالي سينفذ عمليات عندما تعيق المهمة، خاصة بأن قسد حصنت كثيرا وحفرت بالأرض وأقامت تحصينات، وهذه التحصينات ربما تكون مصدر قلق للقوات البرية المتقدمة. لذلك لابد من القوات المدفعية والصاروخية والطيران إن كان مسير أو قتالي أو حوامات من أجل تسهيل المهمة أمام القوات البرية لتحقيق الهدف المعلن من في العملية العسكرية. شكرا جزيلا لك العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري ولوجودك معنا، وأيضا الفاروق أبو بكر القيادي في الجيش الوطني كان معنا من ريف حلب.